والله مبارك وحد سي الله مبارك وان حل 20 يطرو الاخوان تبارك الله وحد السيده من العرائش ياك من العرائش وصار من القاص صار كبير صيفط لي هلا العرائش تبارك الله اللهم بارك في العائله خير خابر ضربها القاص ليش يا اخرى كانت تبارك الله اللهم بارك في العائله الاخوان اللهم بارك في العمليه حاصل العقاله تورا اخوان خذنا له واحد العشرة يطرد المرجان بغاها الدواء في سبيل الله تبارك الله اي واحد اخر نتعاملوا معاه كما كان بغا خمسه يطرو ما عندناش مشكل بغا يجي عندنا هنا مرحبا به اي واحد مرحبا الاخوان تبارك الله اخو عبد الرحيم شد هذوك ال 20 يطرو تبارك الله انتم الاخوان وكاين كما شفتوا غتشوفوا الاخوان كاين هنا 150 يطرو هادي غيجي لها مولاها رسلنا العربون تبارك الله اللهم بارك غتشوفوا في الفيديو راه معامرنا هذه الاخوان تبارك الله وكاينه 120 هاي 120 هذه ان شاء الله غنصيفطوها اليوم ان شاء الله باذن الله غنصيفطوها واي واحد الاخوان راه بغى شي حاجه راه مرحبا به ولا جا عندنا مرحبا به اي واحد جا عندنا راه مرحبا به وكتعرفوني الاخوان انا داكشي اللي كاين راه تنقولوا فرجوا غير فيديو القدام يقول لي وريو وتبارك الله وكواحد نصيحه الاخوان واحد القضيه الاخوان الله يهدي مخلا بان دوك الناس كيبيعوا الزيت 100 درهم الله يهدي مخلا كيسع اخوك الدرويش شويه كيسع اخوك الدرويش تبارك الله وتحيه لكم ونشكركم ما تنساوش تعاونوا معنا لايك الفيديو ونرجع خاطركم اليوم راه تصوير الاخوان بتاريخ 2023 شهر 10 الاخوان فيه 26 اللهم بارك بقاو معايا الاخوان تشوفوا السلعه اللي كنعمروها بقاو معايا تبارك الله السلعه مليحه سلعه كاليتي تبارك الله اللهم بارك وتحيه لكم ونشكركم ما تنساوش تعاونونا باللايك الاخوان والبارطاج يلا اخويا كتفرج لنا دابا دير شي لايك للفيديو يلا على بركه الله تبارك الله الاخوان وكاين واحد استخرينا هما الاخوان هادو غادي لمحمد يا الاخوان تبارك الله 30 يطرو الاخوان خويا تحيه خويا من المحمديه ها هما هاي سلعتك هي وتحيه الاخوان ها اي واحد نتعاملوا معاه كما كان اي واحد الاخوان ارسلوا سلعه عنده اي بلاصه خويا سمي حاجه اي بلاصه اي بلاصه في المملكه المغربيه المملكه المغربيه مرحبا سد اخو عبد الرحيم الله ييسر الجميع تحيه لنا خطر المغرب كامل من طنجه للكويره الله يستر الثمن مناسب وزيت مليحه الحمد لله الحمد لله الحمد لله وانا باش يدعوا معنا باش تعاودوا الخير الحمد لله واحد كلمه عبد الرحيم خويا ترى عارفين شي كلمه الناس اللي كيبيعوا بزيت 100 درهم وماشي الزيت اللي كيبيعوا 100 درهم الناس خاص يتقوا خاص يتقوا في درويش اي الناس يتقوا في الناس من مساكن الدراوش اصاحبي حشومه عليهم عيب وعار اصاحبي عيب وعار الزيت الناس راه هذا هو قوت ديال العيش ديال اليومي هو هذا داكشي الناس راه شي جباب راه ديال اتاي وزويته وراه هو عرق في زنبره ديال النهار كامل والله يهديهم الله يهديهم الله يهدي الناس ما عيبش عبد الرحيم ما عيبش حنا عارفين الزيت دابا كطيح شويه غاليه الله يدير الخير تحيه للجنود خفاء عبد الرحيم حنا عارفين الزيت دابا كطيح شويه غاليه على الانسان ولكن دير شويه غير شويه على حساب وخلي فوق كنتعامل مع الناس كدير معاهم الثمن المناسب الله يستر الثمن المناسب لاي واحد وزويته مليحه ويدي مليح اللي كيعاونك يقول لك الناس كتاخذ الثمن نقول لك دابا الناس كنتعاونوا مع الناس دراوش لا مع الدراوش باش عايشين والدراوش ساكن هما اللي كيتبروا فينا هما اللي كيدعمونا داعمين لهم ومزيدين قدام الدعم ديالهم الدعم ديالهم باش كنستمروا ونجيبوا ديما الجديد الحمد لله الله يستر بقى معايا الاخوان تشوفوا السلعه اللي غتعمروها من الاول حتى الاخر والله يستر هز عبد الرحيم المرجان هزوا كامل هزوا بجوج هز والجوده جوده الحمد لله والله جوده داودي تحية الله يسلمك عليكم الاخوان ونهاركم مبروك وتحية لكم وتحية جميع المغاربة خارج الوطن وداخل الوطن تبارك الله تصور الاخوان اليوم بتاريخ 2023 شهر 10 الاخوان في 26 اللهم بارك تشارك معكم الخير هذا تبارك الله اللهم بارك 120 يطرى الاخوان تبارك الله احد المتبع خو عبد الرحيم المتبع منين هو؟ من الصغيرات تبارك الله اللهم بارك شوف الاخوان زويته تبارك الله كديره السلعه كديره تبارك الله حنا اي واحد الاخوان تنبرعوا بالنسبه للزيت والتقليد كيبقى الطبيب انا تبرعوا لا ما مرعتيش ويبقى يسول فيك لا زبده انا ترك ليا من العام اللي فات انا ترك ليا الحمد لله
الحمد لله. نسيت مليحة، ما عادش يسوني عليه. هذاك الشيء اللي كاين تبارك الله، وخذ بالكثرة، خذ 120 يترو، ماشي غير خمسة ولا شي حاجة باغي يجرب. شنو كاين نسبيا؟ ماشي غير. فهمت؟ حنا راه كنبغيوش بنادم يجي لعندنا باش يرتاح. ما خدش غير خمسة ولا عشرة باش يجرب، قال لي بغيت 120 ديريكت. السلعة العام اللي فاتني السلعة. تبارك الله أنتم الإخوان، السلعة تبارك الله كي دايرة. تبارك الله ذهب الإخوان، ذهب في ذهب، تبارك الله اللهم بارك. السلعة مليحة الإخوان اللهم بارك. تبارك الله. اللون ديال الإخوان كي داير تبارك الله، السلعة كاليتي، وحنا الناس كنبرعوا الناس والتقليد يبقى علينا الإخوان، أي واحد اللي غدرنا نتغادروا صحتنا، أي واحد غدرنا نتغادروا صحتنا. تبارك الله. الحمد لله الناس اللي كيعرفونا وكيعرفوا واش كاين الاخوان تبارك الله وكيعرفوا سفيان ولد الحاج شنو كاين اللي كاين الاخوان بزاف الناس كيعرفونا اللهم بارك تبارك الله حنا عارفين الاخوان الغلا كاين تبارك الله كاين الاخوان والدروج مسكين ما قالش صراحه الدروج ما قالش والله يحسن العوان تبارك الله اللهم بارك تبارك الله السلعه كي داير سير اخي مراد سير عمر لنا عمر اخي مراد كي داير مبارك صحيحه لاباس عليك هاني ها اللهم بارك خير ربي خير ربي هذا خير ربي تبارك الله السلعه زوينه اخا مبارك الحمد لله خير هذا خير خير الله السلعه مليحه الله يستر والحمد لله تبارك الله السلعه الاخوان تبارك الله كي دايره انت اي واحد الاخوان راه كنبرعوا في السلعه والتقليد راه كيبقى علينا وراه بيناتنا الله اي واحد بيناتنا الله تبارك الله هاك عمر عقل عقل حق تبارك الله انتم زوينه تبارك الله يا عبد الرحيم سد سد الو عارف بلا يا اي مباركه اي بارك مو معنا يا حي مبارك الحمد لله الحمد لله وطحني بيدينا الناس الحمد لله ما كنقدم هذا المعارضه راس العام اللي سفيان اللي طلع من يده ولا شي حاجه ما حضر كاين معنا مبارك كاين البركه الحمد لله الحمد لله بارك شريف انا شريف دادي راه بحال طاح مين الحمد لله شي هذا خسر على راسه فلوس في الصدارات طلع يجي عند مبارك ان شاء الله راه الحمد لله الحمد لله كاين البركه الحمد لله الله يسلمك بارك الله في العافيه كاين سير والله سيد عبد الرحيم سيد اخوات سيد سيد هذوك المسا هاكا متع عليا مبارك وشو سوريا سوريا مبارك هذا شو الزبده زبده تبارك الله حرك ابو بارك للخسوريا هاكا الله يستر المليحه الزبده شربة عادية ما ندير لك والو الحمد لله ما تخسرش حاجة غير شربة مليحة الله يستر شكرا ابو بارك تحية لك الله يكبر بك بارك الله بارك الاخوان انتم الاخوان اللهم بارك راه الزيت اي واحد كان سابق سلعه مليحه الاخوان تبارك الله هذا الاخوان هو باغي 150 يهضروا اللي باغي ها 120 الاخوان حد عبد الرحيم حد اخويا اسمح دقيقه ها 120 الاخوان راه بنيه تبارك الله السلعه مليحه كاليتي ها 150 الاخوان تبارك الله اللهم بارك هذوك 120 اخوان غير صوت السيد اليوم ان شاء الله وهذه راسلنا غير العربون تيجي لها تيجي لها غاطي غيجي يديها تبارك الله اللهم بارك انتم سير سير اخوان مراد الله يخبر بك السلعه كي دايره الاخوان راه اي واحد تنبرعوا بالسلعه هذه تبارك الله تبارك الله اللهم بارك هذا الشيء راه خير ربي الاخوان وما تنساوش تعاونوا معنا اللي يجيكم على على خاطركم شي مشاركه مع الاخوان ديالكم شي لايك تبارك الله وبقوا معنا الاخوان تنرسل لك السلعه ديال 120 يطرو ارسلوها ان شاء الله لخويا من الخيرات تبارك الله سير اخا مراد الله يستر تبارك الله على العسل الاخوان اللهم بارك تبارك الله عدى سير الله يستر مراد الحاج شويه غادي تنفخ من تحت راه بحال بدون دقش دير بحساب خليه بارك بارك تبقى تقادو بارك فهمتي مع تحت ندقش بزاف صايب ولا حظ يلا سير اخو مورا سير الله يسلمك تبارك الله السلعه كي دايره كامل السلعه كاليتي الاخوان اي واحد تنبرعو نقول لك اللغه العربيه واش الاخوان راه كتشوف فيه الحمد لله راه كان الناس قايمين باكمل الوجه راه السلعه ديالنا راه بالبون ديالها بالمسائل ديالها والناس حاضرين السلعه واقفين على السلعه حاضرين كاين العساس هنا كيحدي هذا الشيء وكيبقى واقف واحد ما كيطول شي ما يطول على شي السلعه ديالو ياك اخي مراد راك شتي كلشي مزيان عارف اللي كاين بالبون قدامها راه ما كاينش السوالف
هادشي كلشي حدو خدمتو حدو خدمتو ولا خدمتو يا والله الزيت راه ما كيبقاش واحد يقول عليه وخا يكون حاط هاد الطحينه فاسيا راه ممنوع يمشي شي واحد كيدور فيه هذاك الشيء اللي كنتي جاي انا عبد الرحيم دور فيه هذاك الشيء جيب لي البون خرج عندك الزيت تاع قدام الباب صافي هذاك الشيء البون ديالك كيف البون شي مضبوط ما نخليوش شي واحد يقول في البرمي والله يحاشمنا مع شي واحد والله لا يحاشمنا مع شي واحد سير الله يسر الله. تبارك الله سير اخو بارك سير الله يسر صحة وراحة سليمة سير بصحتك ودوق علي ورد علي ابو ولا اخو بارك دور عاد يا ابو بارك اش كاين ابو بارك ابو بارك قد عندنا 20 يضرب الله يسر سيدي ما كيجي يدي عنده سلعة وعارف لا عارف السلعة الزوجة راه مليحة كيجي لك ابو بارك زوجة الله يسر بصحتك بصحتك وانا سلا احنا شارجينا المولاها باش نديو الغزاله الاخوان ربع الى غير بشي 3 كرومي قلاتي الاخوان امشوا ان شاء الله الاخوان السلعه 120 الاخوان كما كتشوفوا فيها يا تبارك الله 120 وكاين هاد السته اللي شفتوا هما معلمين كل واحد معلمين لي ديالو الاخوان ها هما هاد السته راهم بالميكا وهادو راه باينين ديال المرجان هما عازينهم هنايا اي اخوان جبر ربع قدام باينين مع مرجان سيدة من القصر كبير اييه وقالت لي طابت المسكينة على المرجان قالت لي بغيت ورا عبود داودي شي حاجة اي دواء هذاك راه كان الكزيما كاين بزاف ديال الحوايج الناس اللي كيعرفوا الناس الكبار اللي عارفين كار من ديال المحمدية غنمسك واحد السيد المحمدية تبع المحمدية هذا خويا عبد الرحيم راك لي عندنا قديم هذا قليل هذا قديم هذا الحمد لله قال لي اخويا عبد الرحيم كندير فيك الثقة والحمد لله قال لي راه كاين خويا باغي حتى واحد 100 يضرب قال لي ان شاء الله غادي نسافطو عندك ان شاء الله هذا دا معلم اللي فات دا 100 ودوك دا 120 تبارك الله واش يا اخوان بالثقة الحمد لله هذيك العام هي بزاف 20 هذا الشيء ليك تبارك الله اللهم بارك الله فيك شنو الزوجه اللي دايره خوت فيها انت وما تنعطيو القرقاع العسل اخويا واي هذا الشيء اللي كاين تبارك الله وبيناتنا الله اخي واحد وبيناتنا الله اي واحد معاه الحمد لله واللي غدرنا نتغاضوا في صحتنا حنا اي واحد نخدموا معاه بالنيه بدا ما يتغطاو ضروري على حساب الظل على حساب الشمس ضروري يتغطاو انا بنادم الله يسر اخوان الله مبارك حنا وصلنا الغزاله الاخوان ها 120 يطرو هاي كما كتشوفوا هذه كامله حنا سير كنريقلوا الامور لومبراج ديال السيد تمشي للسلعه بامان الله هذه راه قلنا 30 يطرو اخوان هي مريقله غاديه تبارك الله وها الاخوان ال 20 يطرو مع جوج المرجان تبارك الله اللهم بارك انتم الاخوان دابا ان شاء الله باش نديروا لومبراج السيد باش السلعه تمشي بامان الله تبارك الله اللهم بارك السلعه راه مليحه الاخوان اي واحد راه مبرعوه في السلعه وكنقوموا بالواجب ديالنا حنايا كيسيد كيدير فينا الثقه كيرسل لنا فلوس كنا حنا كنقضيو ليه الغراض يعني دار الثقه بالله خاصنا ما نحشموش تبارك الله الله يبارك انت الله يستر